فيروز وحياه وغزل. ما بسمعش سبت لكم الكاميرا ثواني. بصوا هما اصلا فين يعني؟ بعيد عني خالص. بصوا المسافه بس انا هقرب لكم بالكاميرا. روزا حبيبي. ايه ده؟ يا 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 حبي مين؟ الله الله حبي مين؟ الله 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 صالح حياة الحضن بتاع صالح حياة يا حياتي. ايه يا صاحبتي؟ عاملة ايه يا صاحبتي؟ اخبارك ايه يا صاحبتي؟ يلا بينا صلوحة صلوحة. لا ايه حياة يلا بينا. طبعا مستر احمد هناك ومعرفش مين صراحة هنا، ونادى احمد تقريبا ومعرفش مين. دلوقتي هصورهم لكم كلهم. تعال تعال بص بص بيتخانقوا مع بعض. يلا نلعب محمد رمضان. محمد ايه؟ رمضان. محمد رمضان ماله؟ يلعب جون. محمد رمضان مش عارف يلعب جون؟ لا بيعرف. بيعرف؟ ايه ده بس قاعدين فين؟ برنسو وغزل دي اللي بسلم عليه وامنية من ندى محمد. تعالي نشوفوا يلا بينا. مستر احمد بيصور وندى احمد اهي. تعالوا نشوف. يا كاشو ولا 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 ولا. طب انتوا جايين كاجوال قولوا لي بدل ما انا جايه رسمي كده. وانت جايه رسمي ليه؟ انا ما اعرفش، انا بحسب مش في الارض اصلا. والله والله العظيم احنا قالنا ارض. ما حدش لبست. بص يا جماعه انا لبست. يا ريتني عرفت كنت لبست ترنج والله، بدل ما انا جايه كده وهفضل متأزمه طول الوقت. اصاله الكهرباء؟ في الشبكة خالص هنا؟ لا هنا شبكة. جيتي جوه خالص. تعالي نسلم لكم على بقية العيلة. يلا بينا. حبيب آية. تفطروا فين؟ هنفطروا هنا؟ ماشي. انا هجيب لك بطيخ دلوقتي. هنا؟ اه. السلام عليكم. عاملين ايه واخبار؟ طب انتوا جايين كلكم كاجوال، قولوا لي انتوا هتلبسوا ترجات. ما دام ما انا جاي. انا جاي انا جاي رسمي. معزومه عند ناس. مش قاعد مؤتمر. يا غلس. يا جماعه انا سمعت ان في ناس عزمانه. ف والله العظيم ما حدش قال لي ان احنا جايين ارض. انا ما حدش قال لي في الارض. انا بحسب معزومين عند ناس. واروح ازاي طيب؟ واقسم بالله. اه ايه ده؟ وانا اصلا ما لبستوش غير مرتين، مره في تركيا ومره هنا. اهو اهو الحمد لله وشهد شاهد من اهلها. بجد؟ جس جس والجزمه كمان. ايه؟ لا الشنطه اللي جنبها. طب والجزم؟ برشكة تقريبا. برشكة. والجاكيت ده والبليزر ده يا حمو ماركة تركي. تيتو وحشتني خالص. وحشتني قوي. ماشي الحمد لله. بصوا يا جماعة احنا دلوقتي خلاص مستنيين الأكل ينزل بقى. شفتي يا مستر الله العيد اللي بتاع الذبحة هيجي ليه؟ كده عشان ناكل اللحمة. الله اللحمة بقى. ايوه هو المعزة بتاعت الصغيرة بس هو في كذا مش عارف. اسأل اسطورة. المعزة جاية بتاعتي. ماشي. جاية السكة. وصافي جاية بتاعتي. ندى. وصافي جاية بتاعتي. عيال تعصب بصراحة. عيال تعصب. البيبي هنودة لولو هنودة كله يبص فوق. بطيخ كيلو قشطة. اه
وطحينه. ده طحين، ده جبنه قديمه. دبان. طب نعمله ايه دلوقتي؟ مش دبان يا حبيبي. انا ماليش دعوه بحد. بص 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 استنوا بس استنوا. الله الله. لا انا عايزه دي، معلش انا عايزه دي. خدوا انتوا بقى القشطه بس، انا بعشق دي. دي العيش. بابا وسع 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 وسع. خلي بالك في البيت. الله الله. تعالى جنبي هنا عشان تاكل. اه ديكي ديكي ديكي. وين اللحمه؟ كله مسميه. يا جماعه كله يقول بطيخ. يلا بينا يلا بينا. الله الفطير تحفه والله، الفطير تحفه. والجبنه القديمه روعتين، والقشطه ماليش فيها. عامل ايه تبعك فين؟ يلا بينا يلا بينا. يلا تاكل يا تيتا، طلع لك كل واحد طلع لك. كله كله يلا. احمو سميت سميت ولا ما فيش وقت؟ افطورة سميت ولا ضاعت؟ ما فيش وقت. يلا يا جماعة، عايزة اقول لكم الفطير تحفة جدا، طعمه جميل، والجبنة القديمة جميلة، وكريمة كريمة بس حلو قوي قوي. انا اكلت على نفسي اتبسطت جدا والله العظيم، الاكل حلو قوي. تسلم ايديكم اللي عاملين الاكل. والله العظيم جميل، انا عجبني قوي كتير. انا اصلا اصلا يعني اللي ما يعرفنيش اللي يعرفني عارف ان انا بعشق الفطير والجبنه القديمه، دي اكلتي المفضله. لما حد يكون بيحبني يجيب لي فطير وجبنه قديمه، ده يبقى كده بيحبني حب مال الحدود يعني. فانا اكلت الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بصوا يا جماعه بياكلوا المعيز. بصوا تعالوا اوريكم المعزتين، فاكرين المعزتين احنا كنا جايبينهم؟ تعالوا اوريهم لكم. استنى يا ولاد مصولة. لا لسه مش سن الخبز دلوقتي والله. ضربتك بالقلم بالراحة؟ هو في قلم بالجمد وقلم بالراحة؟ بتتخرب؟ لا 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 لا، يا لهوي على الطار اللي بينكم، بينكم طار والمصري. لا عيب يا حياة، عيب يا حياة، عيب والله. كله يبص لي هنا، كله يبص لي هنا. هنودة يزن يزن أمنية. وماله حبيبي؟ حاضر. لا يا صلاه بتكمل ودلها جاي. لا يا صلاه معلش يا صلاه. فرحانين. بص اصاله
أصالة أصالة بس ايه بس ايه بس كمل الناس مع المعيز حمد مكة بنتك هتقع ورا مكة تعالي هنا مكة غزل ويازن تعالوا هنا الله الجميل وعلى الشكل الجميل ما هي اهي انا جايبه اصاله اهي اصاله بص يا نازل اصاله جبتها عايز اكل الماس يلا ما انا مش عارفه اصوركم انتوا واقفين قدامي هذا بتاع الفتاح لا بتاع الفتاح حد اوعى اوعى يا غزة عشان اشوف حسام 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 صالح حسام اي حسام حسام انا الحمد لله المعزقه هنا الله يرحمه يا يلا بينا يلا بينا هي بتاكل كده يا حمو لا بس بتسرق بتنزل لسه شايف واحد اكل ضفدع والله بتراقب بتراقب وريني الثاني مش عارفه اتحرك ازاي بتغدى ولا طيب بص ايه شفت ايه اه كانها بترقص لا هي كان في حاجه بتقرصها فبتهرش مش عارفه اللي عايشه فيها شبه من النعامه ايوه ما انا ايوه والله ايوه بس النعامه كبيره بس 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 هي حمو رقبتها طويله لا هي عامله زي الجمل ليه ده ابو فصاده صديق الفلاح والله في كتير يا ماما كتير ليه يقول لك بياكل الحشرات ايوه بيساعد الفلاح ان هو يعني عشان الزرع ما يبصش كنا زمان بناخدوه في المدرسه زي زيك انت طب اللي دي كده مكه اللي دي اللي دي كده لا ده كده برنس وهو بيرقص ده برنس وهو بيرقص والله لا ده من وسك ده الصبره الصبره الراقصه طب والله العظيم بترقص والمصحف انت بترقص كده اهي لا 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 انت كده هتعملي شعر بص قبل بس والله بتوقع اي حاجه كلها لقيت نفسها تختص طلعت يا جماعه ابو فصاده فين بصوا كتير ازاي ثواني يا لولو بصوا ايوه انا بقرب لكم على قد ما اقدر عشان تشوفوا قد ايه بصوا المسافه قد ايه بقى